موجودي هون في أطباء، في مزارعين، في ناس بتحفر بالحجر، لكن أصعب شغلة في العالم هو الغناء. الغناء هو كله إحساس. يعني في صارت شغلة قبل كم يوم بقاها على الفيس، واحد بقول لصاحبه بقول له مش ملاقي شغل، بقول له روح انزل غني. يعني في عملية استقطاب في الغناء صارت. أنا هاي لفتة النظر اللي بدي أقولها، إنه الغناء من أصعب شغلات موجودة في الدنيا، أصعب من الطب وأصعب من الطيران، لأنه كل أحاسيسك بدك تستعملها، كل أحاسيسك بدك تفعلها. آسف إني أنا يعني بحكي هاي الملاحظة، أنا دائما بدي ألفت النظر، وإحنا أول الداعمين لهاي المواهب. تحية لكل المواهب من صغار ومن كبار. فأقول من زويد عامر بس ما هيش موال، قلت لي من موال من وين عامر؟ لا أنا اسمك أستاذي، أستاذي نبيل حبيبا. يا زمان لجمعنا ولا همنا ورح ننتقل ليانو.